العشرة وسبعة واربعين دقيقة الغنية هذية توصلنا للقاية هذية. نذكركم بالسونداج متاعنا لليوم اللي سألناكم فيه تأزم الوضع الصحي بسبب الكورونا شنو السبب متاعه، هل هو التساهل في الإجراءات وإلا استهتار المواطن؟ ولادي قالوا لي الزوز مربوطين ببعضهم. دونك نستنى الاجابات نتاعكم على الباج نتاعنا فيسبوك اي اف ام. قولوا لنا شنو رايكم، شنو صار في الميديا في 24 ساعه الاخرى، نكتشفوها مع العروض. ميديا ماغ على اي اف ام. ميديا ماغ اليوم باش نبداوها باخبار احنا البارح ما خلطناش معنا بالوقت باش نحكيو عليه، اللي هو برنامج سماح مفتاح الى متى اللي يتعدى على قناه كارتاج بلس، واللي خصص يوم الاحد للحديث على الوضع الاخير وما يحصل ايضا في سيدي حسين. لكن يبدو انه مناوشه صارت ما بين النائبه سميع عبو والنائبه عن حركه النهضه سميع مرسني بسبب ملف الامن والاشتباكات كما قلت لكم في منطقة سيدي حسين، الشيء اللي دفع سميح مفتاح إلى قطع المباشر وإيقاف البرنامج. وحتى كسمعناه معناها في قبل ما تختم قالت هذا اللي قاعد يصير طاو في البلاتو، كيفاش كل واحد قاعد ينقز يحب يفك الكلمة، كان هو السبب باش تونس توصل لما وصلت إليه اليوم. معناها البارح فهمنا شنو اللي صار، كيف علاش تقص معناها الانترفيو مع الوالدة ولا أخت لا نحكيو على برنامج سماح مفتاح اللي على قناة كارتاج بلس. هو كنا البارح باش نحكيو عليه بالتوازي مع الموضوع الآخر نتاع قناة حنا بعد. نمشيو توا للهيكل، هيكل اللي تعرفوا الناس الكل أنه عندها قضية ضد النائب سعيد الجزيري. البارح ربحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قضيتها اللي في طور الاستئناف ضد النائب سعيد الجزيري، وهذا حسب ما افاد به مصدر خاص لموقع بزنس نيوز. ونذكروا انه القضيه كانت تقدم بها صاحب اذاعه القران الكريم سعيد الجزيري وقت قدم بشكوى في افريل الماضي ضد الهيئه بتهمه السرقه والشروع في القتل ردا على استيلاء الهيكل على اجهزه نتاع الاذاعه. وقت ما هما حبوا يفكوا له الاجهزه فهو حصنهم في بيته، وتعرفوا اللي هو نائب مجلس نائب شعب وعنده الحسن. هكا كل واحد خذ حقه. فوالا. ليه خاطر ما يلزمش راهو ما نكثروش معني. ايه هما كثروا. ما نكثروش، ما نكثروش بال هكا زعما عندي حسنة وزعما ما نتمسش وزعما عندي الحق في كل شيء وراني انا ما نغلطش، وللناس كلها تنجم تغلط واللي يغلط يخلص. هذي اللي معروف معناه، لازمنا نرجعوا شوية للقانون، لازمنا نرجعوا شوية لحياتنا اللي يلزمها تكون معناه، حتى حد ما يركب على حتى حد وحتى حد ما ياكل حق حتى حد، ويلزم فما قانون يرضع الناس الكل. فوق الناس الكل. فوق الناس الكل بيان سور. ونتذكروا معناتها الفترة هذيك اللي تعديت راهو فما زيد مجموعة من احباء النائب هذا راهم مشاو للايكا معناتها مشاو كاريمون مشاو عملوا اعتصام قدام لايكا، دونك وليت الحكايه جراف شويه. هو القانون هو الفيصل كما يقولوا، دونك لايكا اللي ربحت القضيه وراهو ما يزينا من لغه الحصانه راهو ساي ما عاد ساي تو ولا اي نائب يعمل اللي يحب واللي يوقفوا للبث يزي لازم يرقاو حل لذي الحصانة كلزم معناتها يشوفوا لها حل وكها شوفوا لها حل. سيد الرئيس تحب نقابلك. نمشيو للتدوينات ونحكيو على تدوينه للإعلامي سمير الوافي. البارحة بالتدوينة قال فيها الأستاذ فتحي العيوني غاضب من عدم حياد في محاورته على نهار الأحد، وقال الحياد بالنسبة لبعض ضيوفي هو التواطؤ معهم وعدم إحراجهم، يعني طرح أسئلة ناعمة عليهم لذلك يطلقون علي أذى أنصارهم. وقال أيضا أن خصوم فتحي العيوني زادت غش عليه على خطر مذبحش إعلاميا وسياسيا فتح العيوني في برنامجه، يعني قال لك لازم نكون في طرف سياسي او امثل طرف سياسي في البرنامج او اكون سكينه لانال رضا هؤلاء ولا اخيب ظنهم. قال لذلك مهنتنا شاقه ومرهقه وشائكه وتتطلب قدرا من فن اللامبالاه والتجاوز والتجاهل، ومهما بلغت خبرتك فيها فلن تنجو من التهم والاحكام والتصنيفات. وقرره ما لازمناش ننتظر رضا احد، قال حاولوا فقط إرضاء ضميرك، حاول على الأقل.
باهي الكلام في الاخر، حاول ارضاء ضميرك، وبالحق هي مهنه شاقه ومتعرض الصحفي باش انه يسمع كلمه ما تعجبوش، والا حتى يوصل حتى انه يتهان على خاطره ما يمثلش طرف معين، يعتدي حتى جسدي، وفما حتى اعتداءات اكزاكتومون على الصحفيين على خاطر ما يجيوش مع شق ويكونوا مع شق اخر. هو راهو الصحفي راهو كلمه حيادي راهي ماهيش حيادي، هو لازم يكون موضوعي مع فتح العيوني. سمير الوافي كان الحقيقه انا تفرجت الاخير، ما تفرجتش في الكل، اما كان كاسح شويه معاه، معناتها ما لازم في الوضع اللي شفناه الجمعه اللي فاتت لازم يكون معاه هكاك في معلم انتباه تجميع الاذاعه، معناتها وانت قدامك سمير الوافي اللي هو اعلامي، دونك سي نورمال باش يكون عنده شويه من الحنين نتاع المهنه، معناتها اللي صار في شمس افهم، خاطر نورمالمون عمره اللي كان صار مع الحقيقه نتاع ربي، معناتها ومن بعد التضحى اللي راهو فيها فتح العيوني وفما شكوى وكل شيء، دونك تو كيف كيف كيما القضاء مع لايكا مع سعيد الجزيري، تو نشوفوا تو شنو باش يصير. قضى هو اكثر زاد مدار من الحلقه نتاع سمير الويفي وفتح العيوني هو موضوع السلع الاسرائيليه، وكيفاش فتح العيوني عفوا سمير الويفي حكى مع فتح العيوني، قال له حتى الفيسبوك نتاعك ماني خاطرو، قال اي حاجه فيها لغه عبريه سنمنعها، قال له الفيسبوك نتاعك فيه تنجم تلقى فيه معناه باللغه العبريه، فتنجم تفسخ الفيسبوك نتاعك و تكمل معي. هذه من أكثر اللقطات اللي داروا. نمشي نحكي توا على برنامج الحقائق الأربعة مع حمزة البلومي، واللي تناول قضية الحقيقة هزت الرأي العام لطيلة جمعة كاملة، واللي هي قضية اغتصاب المرأة في سوسة أمام زوجها وأمام أطفالها بعد ما دخلوا ثلاثة معناها للدار. رينا في البرنامج شهادة حية للمرأة وزوجها وحكيوا على تفاصيل ما شنية اللي صار، معني غديك العديد من المواطنين تفاعلوا مع التقرير ومع ما تم بثه أيضا في حلقة الحقائق الأربعة. نعرفش إذا تفرجتوا إلى لا وشنية الحقيقة ما تفرجنيش، ولينا نسمعه بصراحة بحكاية ياسر بيزار، معناتها المرأة مذبوحة زادة الجمعة ذي اللي في مين يسيد كثروا في تونس، معناتها العنف الزوجي ضد المرأة وكثر كثر برشا برشا برشا، الحكاية هذي راهو نوعا ما تعديتها كيكا ما سمعناش بها برشا، فما أحداث غطاو على أحداث جريمة الاغتصاب نتاع المرأة قدام راجلها وولادها، ما حكيناش فيها برشا في الإعلام لأنه فما اكتواليتي اخرى مع سيدي فما اغتصاب بنيه زاده كيف كيف من ثلاثه فين في حي التضامن، بالحق فما عنف كبير وشديد قاعد يتسلط على الناس سوى امراه ولا حتى رجال زاده، راه فما برشا عنف برشا عنف، معناها ولات الحكايه ليه معناها ساهل ياسر انك تغتصب وساهل ياسر انك تعنف وساهل ياسر انك تقتل، معناها باش نوصلوا مرحله الوحشيه ما عادش الانسانيه نتاعنا قاعده بشوي بشوي راهو تنتفي تتنحى، ما رانا في وضعيه معناها مرضيه بالحق، في وضعيه مرضيه معناها شيء يخوف بربي، شنية شنو مش نجم نقول هالكلمة، معناها شنية المتعة انك تغتصب امرأة قدام ولادها وقدام رجلها، معناها هل هو في حالة عادية؟ انا نتصور راهو فما حكاية المخدرات راهي دور كبير، عندها دور كبير وكبير برشا 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 برشا، راهو هالشيء اللي قاعد يتسرب لنا من مخدرات انواع واشكال في بلاد لصغارنا ولاولادنا، راهي حاجه كبيره 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 برشا برشا برشا، ما نعرفش وقتاش الحاجه هذه باش فريمون يقفولها ووقتاش باش تداوى. اي المخدرات عندها دور كبير، زاد الوضع السوسيولوجي زاد عنده دور كبير، الوضع الاجتماعي زاد عنده دور كبير، الفقر عنده دور كبير، برشا حاجات برشا 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 وبرشا ظلم برشا شيء برشا شيء برشا هروب من الهروب الامني، معناتها كيف مش هي الكلمه اللي انا نحب نستعملها، اما غياب الامن ساعات في بلايص، راهو فهم بلايص الامن ما يدخلهمش في تونس، خلينا العباد تعرف فهم بلايص راهو ما يدخلش الامن، معناتها هو
ما تشدوا ولا تشدوا زوزو ومازال واحد هير بربي نور حقها المراه ولا شوك الصغار وليها والعائله الكل كيفاش يحكي معناها يقول لك راه احنا تو من با نجمو ناكلو من با نجمو نعيشو هذا ماهيش سهله معناها حتى لازم بسيكولوجيا للصغار سورتو معناتها للصغار بسيكولوجيكمون لازم الوليد عمره عامين قال لك فريمون ايماجين معناها انت تروماتيزم اللي تروماتيزم كبير برشا باش يعيشوا لطف يا ربي والله العظيم ياسر 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 موجة العنف هذية بأنواعها بأنواعها وليت فما أنواع وأشكال وشيء كبير معناها من العنف من أعلى هرم في السلطة وانت هابت شيء من وراء العقل بالحق والله كنشوفوا العنف وجوش في مجلس النواب مثلا صحيح النواب تصويت البلاد تصويت البلاد شوف معناتها مواطن العادي كيفاش تحبوا يولي يتصرف كي يشوف الشيء هذاك يلا صدموا علينا جماعة أحوال طقس والأخبار 10-58 دقيقة نكملوا بعد الأخبار معاكم إن شاء الله في المدام وجاء حتى نص نهار.